الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وبعد، فعندنا اليوم بإذن الله تعالى الحديث الثاني من أحاديث الأربعين في حقوق رب العالمين، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث عظيم، و في صحيح مسلم أن عبادة رضي الله عنه حدث به عند موته، لأنه لما دخل عليه وهو في فراش الموت بكى الراوي، فقال: لم تبكي يا ابن أخي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، وإن استشفعت لأشفعن لك، وما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكم به، إلا حديثاً واحداً، وإنه قد أحيط بي. أحيط بي يعني ما بقي من العمر شيء، وإنه قد أحيط بي فسأحدثكم به. ثم ذكر هذا الحديث فحدث به عند موته، كحديث معاذ البارحة. أحد الإخوة نبهني أن معاذ رضي الله عنه حدث به عند موته تأثما. ما معنى تأثما؟ أي خروجا من الإثم، حتى لا يكتم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم رواية هذا الحديث؟ يعني مثل هذا الحديث، ما حكم روايته عن رسول الله؟ هل هو واجب عيني أم فرض كفاية؟ واجب عيني، واجب عيني إذا لم يبلغ مثله. إذا بلغ مثله فهو فرض كفاية، لأن تعليم العلم فرض كفاية إذا قام به من يكفي. وهل كل ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب تبليغه؟ لا، بنص حديث عبادة هذا، صح؟ ما من حديث لكم فيه خير، ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكم به. فعلى أي حال حدث به عند الموت، والعلة في ذلك والله أعلم نفس الأمر الذي أخر لأجله معاذ تحديث الناس بحديثه، وهو ألا يتكل الناس. وفي هذا أنه إذا فهم العلم فهما خاطئا فإن الإنسان قد يكتمه، أو كان لبعضهم فتنة، فالإنسان يقدر ما الذي يقال وما الذي لا يقال. من فوائد هذا الحديث، وكذلك مثله حديث أبي هريرة في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: إذا بشر من لقيت خلف هذا الحائط، لا يشرك الحائط مزرعة، لا يشرك بالله شيئا بالجنة. فلقيه عمر بن الخطاب، كان أول من لقي، فقال: لا تخبرهم فيتركوا العمل، أو دعهم يعملون، أو كما قال. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وعمر، فحدث عمر النبي صلى الله عليه وسلم برأيه أنك إذا بلغت الناس لعلهم يتركوا العمل، البعض قد يسيء الفهم، إذا عرف أن لا إله إلا الله تدخل الجنة يقول: أنا أقول ويكفي. وسيأتي معنا أنه لا يكفي فقط القول، وتكلمنا عن هذا البارحة. فقال: فخلهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخلهم يعملون، أو فخلهم إذن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن مثل هذه الفضائل لا يحدث بها
كل أحد، وإنما يحدث بها من يعقلها. فقد يكون في عدم تحديثها أحيانا مصلحة، فإن كانت المصلحة في تحديثها أو لا مفسدة من التحديث بها كان التحديث بها مستحبا أو واجبا. وفي الحديث هذا أن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي لدخول الجنة، بل لا بد من شروط. يعني الأحاديث المطلقة لا تؤخذ على إطلاقها إلا إن كان كما ذكرنا البارحة، يعني من لقي الله لا يشرك به شيئا. إذا قلنا وهو الصحيح عدم الإشراك بالله شيئا لا صغيرا ولا كبيرا يدخل فيه ترك المعاصي كلها، لأن المعاصي كل المعاصي من جنس الشرك. فإن كان بهذا المعنى فلا إله إلا الله من قالها صادقا من قلبه دخل الجنة بلا شك، لأن قولها صادقا من قلبه يمنع كل معصية ويمنع كل ميل إلى غير ما يريد الله عز وجل. هذا ذكره ابن رجب رحمه الله وذكره ابن القيم، وقد ذكر الزهري وبعض أئمة العلم من السلف جعلوا هذا يعني مثل حديث مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مثل هذا الحديث الحديث التي فيها الإطلاق جعلوها في أول الإسلام، ولذلك قال الزهري ثم حدثت بعد ذلك أمور، يقصد أن القيود جاءت فيما بعد. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما شرح الحديث إحدى الحديث المطلقة، ما أذكر أي حديث تماما، لكن إحدى الحديث المطلقة قال من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه تمنعه لا إله إلا الله من ارتكاب الذنوب أو من الإصرار عليها، تجعله يتوب. قال ابن عثيمين رحمه الله فلا حاجة لنا بعد هذا التفسير إلى قول الزهري حدثت بعد ذلك أمور. إذا فهمنا هذا الحديث بهذا المعنى لا نحتاج بعدها إلى قول الزهري فحدثت بعد ذلك أمور، لأنه يكون غير مقيد أصلا مطلق على إطلاقه، يبقى الحديث على إطلاقه. وهذا حديث عبادة يدل على أن ليس فقط قول لا إله إلا الله، لأنك بعض الناس ممن فهمه سطحي إذا قلت له الموحد يدخل الجنة يقول لك اليهودي غير مشرك، اليهودي أتى بما يحطم أصل الدين صح؟ لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم يطعنون في الأنبياء. لو رجعت إلى فيه طعن في الأنبياء، إلى كتبهم فيها طعن في الأنبياء كسليمان عليه السلام وداود وكل الأنبياء، ما يكاد يسلم نبي. فمثل هذا فهم سطحي، وكذلك مثل قد يشكل على بعض الناس مثل قوله تعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، يقولون كيف كل من يؤمن بالآخرة يؤمن به، يعني بالقرآن؟ ما رأيكم؟ هذا نفس هذا الإيمان الذي يكون على وجهه، على الوجه الصحيح. فهذه الإطلاقات لا تفهم بسطحية وإنما تفهم بالمعنى المراد، وإن كان يحتمل في قوله تعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أنهم المسلمون، لأن في مكة كان المشركون والكفار، وإن كانت الأنعام مدنية لكن كان فيها المشركون والمؤمنون، فالمؤمنون المشركون لا يؤمنون بالآخرة والمؤمنون يؤمنون بالآخرة، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. وليس المراد مثل اليهود ممن يؤمن بالبعث أو النصارى، ليس المراد، إنما مراد به هي مطلقة ويراد بها الخصوص أو عام 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 يراد به الخصوص والله أعلم. لكن على كل حال قال بعض المفسرين فيها
المقصود الإطلاق ليس على إطلاقه، وإنما المقصود الذين يؤمنون بالآخرة على الوجه الصحيح. كذلك من قال لا إله إلا الله على الوجه الصحيح يعني مع باقي الشروط. ولذلك هنا هذا حديث عبادة مفصل أكثر، قال من قال لا إله إلا الله، إيش؟ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا لا بد من شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. أيضا لا بد أن يؤمن بأن كل شيء ما سوى الله عبد لله، وفي هذا أنه لا بد أن يكفر بعبادة كل شيء سوى الله، فيكفر بعبادة المسيح، ليس يكفر بالمسيح وإنما يكفر بعبادته. فلا يتم الإيمان إلا بشرطين: الإثبات والنفي، لا بد منهم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الإيمان لا بد فيه من إيمان وكفر، تؤمن بالله وحده وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. فمن قال أنا ما أدري الآلهة الأخرى حق ولا باطل، أنا لا دخل لي، أنا أقول الله حق، نقول هذا ما يكفي، هذا ما تدخل به الإسلام. لا يدخل الإنسان الإسلام حتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق، هل ترون هناك شروط لابد أن يؤمن بها كلها. وكذلك كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في لما أخبر عن بعض الناس أنهم يكفرون بالقدر، قال والله لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر، إن لقيت هؤلاء فأخبرهم أنهم براء، أن عبد الله براء منهم، أو كما قال. فالإيمان بالقدر أيضا ركن من أركان الإيمان، لابد أن تكتمل. فقول الزهري ثم حدثت بعد ذلك أمور، إما أن يحمل بمعنى أن الإسلام يفهم فهما كاملا، وإما أن يفهم كما قال الشيخ ابن عثيمين أن لا إله إلا الله تقال على وجهها، ومن قالها على وجهها آمن بكل توابعها. وكما ذكرت لكم بالبارحة الدين كله يدخل في توابع لا إله إلا الله. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا بد من فهم لا إله إلا الله من أين نأخذ هذا؟ من الإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله. فلو قال إنسان لا إله إلا الله فمقتضى هذا أنه يؤمن بأن عيسى عبد الله. أما لو قال لا إله إلا الله وهو يقول إن عيسى ابن الله أو هو الله كما تقوله النصارى، فهذا ما فهم معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تنفي ألوهية كل ما سوى الله. ولذلك قال بعض العلماء إن المشركين إن من وقع في الشرك من هذه الأمة أعظم شركا من مشركي قريش، قالوا من وجوه، منها أنهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، ومشرك قريش يفهمون معنى لا إله إلا الله، وإلا هي كلمة كانوا يقولونها، لكن هم يعلمون أنها تقتضي الكفر بآلهتهم. وكثير من مشركي هذا الزمان يقولها ولا يدري أنها تقتضي عدم صرف العبادة لغير الله. فمن قال لا إله إلا الله أو أوجبت عليه هذه الكلمة أن يصرف الدين كله لله. ولذلك كفار قريش كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب آلهته، وهو ما سبهم في الحقيقة، لكن لما دعاهم إلى عبادة الله وحده علموا أن هذا يقتضي
أن ينصرفوا عن آلهتهم، فجعلوا هذه مسبة لآلهتهم. فهؤلاء فهموا معنى لا إله إلا الله، ولذلك أبى أبو طالب أن يقولها. يا عمي قل لا إله إلا الله، هي لو كلمة كانت كلمة يقول، لكن هو يعرف مقتضاها. وكثير من مشركي هذا الزمان ما يعرفون معناها، يقولون لا إله إلا الله وهم يقعون في مخالفتها. ومن أوجه كون المتأخرين أسوأ حالا من أولئك المتقدمين، وإن كان المتقدمون أسوأ حالا من وجوه أخرى، لكن هذه وجوه تعلم بها خطورة ما يقع فيه كثير من المتأخرين، أنهم يشركون في حال السراء والضراء. إذا وقع في مأزق يقول غوثك يا فلان، أو مدد يا فلان، أو أجرني يا فلان. ولا تظنون أن هذا من باب الخيال، يمكن أنتم من دول كثيرة تعرفون أن هذا يقع في 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 دولكما، وفي كتب ألفت، بعض الناس ألف كتبا ويظن أن هذا من دين الإسلام يستشهد به. لأن كثير من الناس حين يسمع نتكلم عن التوحيد يقول لك يا أخي وين، ما في أحد الآن يقع في هذا. لا والله في كثير، وأنتم تعرفون أنتم من بلدان شتى، وهناك كتب ألفت ورد عليها العلماء وإلى اليوم، نسأل السلامة والعافية. وأما مشركو زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يشركون في الرخاء، فإذا كانوا في الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون مرة أخرى يعودون. يذكر العلماء سبعة شروط للتوحيد، صحيح؟ وفي ظني، ولم أجد هذا لعالم، لكن في ظني أنه يمكنك أن ترجعها إلى ثلاثة. إذا اختصرت ترجعها إلى ثلاثة، إذا بسطت تجعلها سبعة، هي للإيضاح. وأعتقد أنك لو جعلتها ثلاثة ممكن أن تفهمها أكثر، لأن كثيرا من الناس قد لا يفهم هذه الشروط السبعة على وجهها. أنا سأذكر ما فهمته، وإذا رأيتم أن شيئا يخالف هذا، هذا من عندي. إذا رأيتم شيئا يخالف هذا نبهوني عليه، أنا ما وجدت فرقا يعني بين البسط والاختصار. على كل حال، الشرط الأول الإخلاص، لابد للإنسان أن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويدخل في الإخلاص الصدق، لأن مراد العلماء بالصدق في قول لا إله إلا الله أن يكون الباطن موافقا للظاهر. وإذا قالها الإنسان مخلصا من قلبه استلزمت العمل ولا بد. ولذلك المنافق ليس صادقا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين في قولهم لا إله إلا الله. فحين قال لا إله إلا الله إن كان غير مخلص بها سيظهر ذلك في أعماله، فسيعلم الله الذين صدقوا وسيعلم الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما، إيش أول السورة في العنكبوت قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتنة تظهر صدق قوله وهو إخلاصه بها، فالإخلاص يستلزم الصدق. فهذا أول شرط. الشرط الثاني العلم، ويستلزم والعلم
يلزم اليقين معه اليقين. فهذه أربعة شروط، لأن من علم شيئا استيقنه ولا بد. ابن جرير الطبري له كلام صريح في أن العلم واليقين شيء واحد في لا إله إلا الله، وهذا واضح. قال الله عز وجل في فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها، يعني علموا بها. ولذلك قال في السورة الأخرى في طه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني هذه أنزلها الله بصائر. فهو يعلم وهو يستيقن، لأن من علم شيئا استيقنه، وإنما يشك من لا يعلم. وقد يستيقن بلا علم، ممكن؟ ممكن، مثل المقلد، هو يجد في نفسه يقينا لكن ما يعرف شيء، هو مقلد، صح؟ لكن من علم شيئا استيقنه ولا بد، ما يمكن. اليقين ليس هو العلم لكنه نتيجة العلم، واضح؟ فكل عالم مستيقن، وليس كل مستيقن عالما. تأملها. فلا بد من علم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي حديث عثمان: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، صحيح مسلم. والشرط الثالث قلنا الصدق، العلم والإخلاص والانقياد. الانقياد والله أعلم يشمل المحبة والقبول. لا بد من الانقياد، عكس الانقياد الاستكبار. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال الله في فرعون: فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فهم مكذبون مستكبرون. فلا بد من الانقياد، لأن من قالها بلسانه وعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها أو انقاد لها فهو ليس مسلما. لا بد من الانقياد. وكما ذكرت لكم، إبليس وفرعون يعلمان أن لا إله إلا الله لكن لم ينقادا، لم ينقادا. فالانقياد لا بد منه، والقبول يدخل في الانقياد، والمحبة والله أعلم تدخل في الانقياد، لأن المراد بالانقياد الانقياد الشرعي، أو قل المراد بالانقياد الانقياد الظاهر والباطن. والانقياد الباطن لا يكون إلا بمحبة. ولذلك من أكره هذا غير مسلم، لأن باطنه ما انقاد. فلا بد من الانقياد الظاهر والباطن. فالمنافق منقاد ظاهرا، ولذلك لو انقاد قلبه وأكره بلسانه أو بجوارحه لم يكفر. من كفر من بعد إيمانه إلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. صلى الله عليه وسلم. فالانقياد المطلوب منه، الواجب أو الذي الصحيح المطلوب، هو الانقياد الظاهر والباطن. فهذه ثلاثة شروط، أعتقد بهذا الاختصار يسهل عليك فهمها وحفظها. وإذا بسطتها وحفظتها مبسوطة سبعة الأمر إليك. فهي العلم والإخلاص والانقياد. وإذا بسط للفهم أكثر فهذا حسن، والله تعالى أعلم. نعم. يعني ترى هي مجموعة
نعم، هذا في الاختصار تدخل السبعة كلها في الثلاثة، وإذا أردت أن تبسط بسطتها ما شئت. وأقول هذا من عندي ما رأيته لعالم، الله أعلم، قد أكون مخطئ، لكن إذا كنت مصيبا فهذا هو، وإن كنت مخطئا فالسبعة واجبة لا بد منها. يعني ما يصح، ما تصح كلمة التوحيد من غير حب، ما يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا بالله من غير أن يحبه، ما يمكن. فإن كان الحب يدخل في الإنقياد أهلا وسهلا، ما يدخل لا بد منه، واضح؟ والقبول لا بد منه، ما يمكن للإنسان أن يقول لا إله إلا الله وهو غير قابل لله، القبول لا، واضح عندي أنه يدخل في الإنقياد، يبقى يمكن المحبة. لكن إذا علمت أن الإنقياد المطلوب منه ظاهرا هو الإنقياد الظاهر والباطن، فالمحبة تدخل بلا شك. شيخ، نعم، المراد بالقبول، المراد بالقبول، القبول ضد الرد، الإقرار، لأن هناك إقرار وهناك عمل. الإقرار هو قول القلب ومعرفته، والإنقياد هو عمله، فالعمل نتيجة الإقرار. عمل القلب مثل الخوف والرجاء والمحبة، هذه أعمال للقلب فيها حركة. أما الإنقياد أن تعرف أنه لا إله إلا الله. نعم يا شيخ. هذا والله أعلم ليس من شروط لا إله إلا الله، لكن هو البراءة من الكفر لا بد منه، فإذا تحققت هذه استلزمت البراءة من كل ما يعبد من دون الله. وهذا هذه كلها استقرائية، ممكن بعض العلماء يضيف بعضهم يختصر. نعم، ما أدري، الله أعلم، ممكن. لابد أن تفهموا أن مثل هذه الشروط أو مثل هذه الفروق يضعها العلماء حتى يتضح المعنى، وحتى يفهم طالب العلم الجزئيات التي تدخل في لا إله إلا الله. وفي كثير من الأحيان يكون في كل جزئية هناك مخالف، ولذلك كما قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، يكون في كل قسم مخالف، فحتى تفهم وتحذر من مخالفات المخالفين يقسمون هذه التقسيمات. مثل ما قالوا مثلا في القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب، في كل مرتبة هناك مخالف، فحتى تتجنب مخالفات المخالفين وتفهم القضاء والقدر على الطريقة الصحيحة يقسمون هذه التقسيمات. وأحيانا ما تظهر الحاجة إلى التقسيم إلا لما يظهر المخالف، والله أعلم. نعم، من شروط العلم طبعا اليقين، حاجة ثانية اللي هو العمل به. اليقين نتيجة من نواتج العلم. نعم، فممكن إنه الانقياد يكون نتيجة العلم. نعم، إذا كان علما، ليس دائما الإنسان يعلم ولا يعمل، يعني مثل فرعون يعلم أنه لا إله إلا الله، إبليس يعلم لكنه ما انقاد. فالإنقياد ليس شرطا، والإنقياد قد يحصل بلا علم، كالمقلد ينقاد، فإذا انقاد للحق من غير علم نفعه، وإن كان لابد من العلم الأصلي، ها، لابد أن يعلم أنه لا إله إلا الله، أما تفاصيل ما يندرج تحت هذا قد يكون مقلدا وتقليدا صحيحا فيسلم بإذن الله. نعم، نعم،
علم واضح 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 أنه علم ولم ينقد، واضح من حاله. يعني يروى عنه ولقد علمت بأن دين محمد، الله أعلم هذا صحيح عنه ولا لا، يعني يحكى عنه، ولولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، ما أدري صحة هذا، يعني يحكى عنه مثل هذا. فالعلماء يذكرون أنه علم. من فوائد الحديث أنه لا بد في التوحيد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو الشطر الثاني لكلمة التوحيد، لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومقتضاها أو معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأن يعبد الله بما شرع. فهذه ثلاثة أمور، هذه هو اتباعه، هو يعني طاعته فيما أمر، هذا هو. وإن شئت أن تفصل قلت اجتنابه فيما فيما نهى عنه وزجر. فهذه ثلاثة أمور، أنا أريد أن أركز على شيء. فأولا لا بد من الإيمان به عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الشطر الثاني. الأمر الثاني أن الإيمان به واتباعه وتصديقه فيما أخبر هذا كله يدخل في التوحيد. وكما ذكرنا لكم البارحة الإسلام كله يدخل في التوحيد، ويدخل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، لأن هذا الشطر الثاني. ولذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما رأيكم؟ ها؟ أكيد يدخل الجنة، صح؟ لأنه قالها على التفصيل. ولذلك في الأذان شهادة أن محمد رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله، فهو الشهادة تدخل بلا شك. ومن هنا تعلم تميز أهل السنة عن غيره. يا إخوان، ما حفظ هذا الدين إلا أهل السنة من الطوائف حقيقة. أنا أقول لك وتأمل، من حفظ الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهل السنة. نعم لغيرهم مشاركة، لكن الأصل هم أهل السنة. بمعنى الكتب الستة مثلا التي يتداولها الناس اليوم كلها مؤلفة من قبل أهل السنة، وهذه التي قامت عليها السنة. والناس إذا كان لديهم الكتاب العزيز من غير وجود سنة معه ما يستقيم دينه، ما يمكن أن تعبد الله بالكتاب وحده. ولذلك تفاصيل التوحيد موجودة في السنة، الصلاة واضح أنها في السنة، الزكاة أنصبتها ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة، من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه في السنة، في الصيام كذلك، مبطلات الصيام، كيفية الصيام، آدابه في السنة، في الحج كذلك في السنة، البيوع
تعال الدين كله. والطائفة التي حفظت هذه الأحاديث وعمل بها كل الناس السني وغير السني هم أهل الحديث، أهل السنة، هم الذين حفظوا هذه الأحاديث، وإن كان لغيرهم مشاركة، لكن ليس فعلهم كفعل أهل السنة، فهم أيديهم بيضاء على الأمة، ولولاهم ما عرفت الأمة كيف تعبد ربها. وهذا عندي من أعظم الأدلة على أن هذه الطائفة، طائفة أهل الحديث، هم أهل الحق بلا شك. عندي ما حفظ السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والتزم بها ودافع عنها وذب عن الدخيل فيها إلا أهل السنة. ولذلك تجد أهل البدع على مختلف مشاربهم يزهدون الناس في الحديث، ولن يزهدك في الحديث إلا ضال، لأن الله عز وجل ما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام ليبلغنا القرآن فقط، وإنما بعثه ليبلغنا القرآن ويشرحه لنا، وزاد على ذلك سننا أخرى. فالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبهذه السنن من التوحيد، ولا يكمل إيمان المرء إلا به. ولذلك من رفض السنة رأسا كفر، من قال لا سنة فقط نكتفي بالكتاب العزيز هذا كافر بلا إشكال، لأن الدين ما يقوم بالكتاب فقط، لا بد معه من السنة. وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه وإن تطيعوه تهتدوا. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهل يتصور إنسان مسلم أن الصحابة فقط كان يجب عليهم أن يقتدوا بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد الصحابة فقط يأخذوا من القرآن؟ هذا ما يعقل واحد، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا كان يأمر وينهى، وكان الصحابة يجب عليهم أن يطيعوه، صح؟ ثم بعد ذلك وصلتنا أوامره عن طريق الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن نقلوا العلم. فإذا قلت إن الحديث لا يقبل، معناها لا نقبل إلا أن نسمع منه صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا لا يستقيم إلا لمن؟ إلا للصحابة. فيكون حينها وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقط أن يبلغنا آيات القرآن ويسكت، وكل ما قاله غير القرآن يقولون جزاك الله خير احنا لا نريد. هذا كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما ذكرت لك من رد الحديث رأسا، يعني كله قال ما أقبل شيئا، هذا يخرج عن ملة الإسلام. من الأشياء التي تندرج تحت هذا الحديث أن الشهادة، من شهد أن لا إله إلا الله، لا بد فيها من القول باللسان لمن استطاع. فمن كان متمكنا من الشهادة لا بد أن يقول بلسانه، لأن الشهادة في اللغة الإشهاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، فلا بد أن يقولها بلسانه حتى وإن آمن بقلبه، ما يكفي أن يؤمن بقلبه من غير أن يقول بلسانه وهو مستطيع، غير المستطيع معذور. من الفوائد أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وما الدليل على حق هذه؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل أو هو الباطل، آيتان.
هنالك الولاية لله الحق، فهنا واضح أن المراد بأن الإله الحق، لأن في آية الحج والموضع الثاني الذي وردت فيه النحل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لقمان، لو تأملت الآيات قبلها وبعدها في السورتين تجد توحيد الربوبية، ثم يخلص الله عز وجل بالنتيجة كأسلوب القرآن المعتاد أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهنا واضح أن الإله الحق، هناك آلهة كثيرة عبدت من دون الله لكن كلها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكل ما سواه سبحانه باطل، وإن كان هو إله يعني عبد لكنه إله باطل. والإله الحق واحد، فلا إله معناها لا إله حق، لأن ما يمكن أن تكون على إطلاقها، لو كان على إطلاقها يكون خبر، والخبر غير صحيح. هذا الخبر الصحيح أنه لا إله حق إلا واحد وهو الله سبحانه. وأخطأ في تفسير كلمة التوحيد طائفتان، الطائفة الأولى الأشاعرة. أنا أذكر أخطاء رئيسة وإلا الأخطاء كثيرة، الأخطاء كثيرة. الأشاعرة قال جمع من الأشاعرة الإله هو القادر على الاختراع، ونسبوا هذا إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، ما أدري هو قال ذلك ولا لا لكنهم نسبوه إليه، ذكره الرازي وغيره. قال الإله هو القادر على الاختراع، مع أن الرازي نفسه في مواضع من تفسيره يذكر أن الإله المعبود، لكنه في موضع آخر يذكر أن الإله القادر على الاختراع، ففسر الألوهية بالربوبية، وهذه مشكلة صح؟ من أكثر من وجه. الوجه الأول ما أشرنا إليه البارحة، أنه من آمن بالربوبية ولم يؤمن بالألوهية ما صح إيمانه. ولذلك يا إخوان نادرا ما تجد كتب الأشاعرة تهتم بتوحيد الألوهية، سواء عند المتقدمين أو عند المتأخرين، بل في كثير منها كثير من أئمة الأشاعرة يبررون لعباد القبور، لأن عندهم أن الإله القادر على الاختراع، فإذا آمنت بأن الله هو القادر على الخلق حتى القادر على الاختراع ما يكفي، يعني هذا قصور أصلا، حتى في الربوبية قصور، لأنه القادر ليس هو الخالق، هو يقدر. طيب لكن لا بأس إذا توقفت عند ذلك، عندهم خلاص أنت موحد. بعدها يقع من الإنسان الشرك في العبادة وهو يقول إن الله هو الخالق، فهذا قد أتى بلا إله إلا الله على هذا المعنى. ينضاف إلى ذلك أو تنضاف إلى ذلك بلية أخرى عند الأشاعرة، وهي أنهم يقولون، وهذا يبررون به دعاء غير الله، يقولون إن الأسباب لا تأثير لها، تعرفون هذا عن الأشاعرة، يقولون الأسباب لا تؤثر، فدعاؤك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجتك، النبي صلى الله عليه وسلم عندهم لا يؤثر، وإنما تذكره للبركة، فتقول يا نبي الله أرزقني الولد، أصلا هو ما يفعل، فيجوز عندهم أن تطلب منه عليه الصلاة والسلام لأنه أصلا ما يفعل، وإنما أنت تذكره للبركة عندهم، فبرروا بذلك الشرك. ويقال في الرد، أولا
ما ذكر أحد من أئمة اللغة أن لا إله، أن إله معناها القادر على الاختراع، بل هم متفقون على أن الإله المعبود سواء كان حقا أو باطلا، الإله في اللغة المعبود. وثانيا ما ذكرته لكم أنه دلت الأدلة على أنه لا بد من توحيد الألوهية، كما ذكرت لكم البارحة في حديث معاذ أن يعبد، إيش حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فادعهم إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، ولذلك قال فإذا عبدوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليه، وسيأتي في الحديث التالي. الأمر الثالث أن المشركين مشركي قريش كانوا يؤمنون بالربوبية، ومع ذلك ما أدخلهم ذلك في الإسلام، طبعا الرازي استدل، وهذا يمكن يشكل على كثير من الناس، استدل بقوله تعالى في مناظرة فرعون مع موسى أن فرعون قال وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، ماذا كان رد موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقال إيش موسى؟ رد على فرعون بالربوبية، فدل على أن من آمن بأن الله خالق السماوات والأرض صار موحدا. ما رأيكم؟ طيب بالجواب نعم، يعني أحسنت، يعني فيه شيء من هذا، أحسنت. طيب فما وجه قول موسى هنا؟ يعني جيد، أظنك يعني تقول الكلام الصحيح. نعم نسمع الشيخ وبعدين نمشي نبين، لا بأس. جيد، هو فيه من هذا لا شك، لكن دعنا نبين عشان الوقت بس، ها دعنا نبين. فرعون ينكر وجود الله صح؟ ففرعون لما قال وما رب العالمين، هو ما قال أنا أعترف بوجود الله لكن فسر لي معنى الله، لا، ولذلك قال في الآية الأخرى في طه فمن ربكما يا موسى، هو يسأل من ربكما، فأظهر شيء أن ترده إلى شيء ظاهر لا يختلف فيه اثنين، يختلف فيه اثنان، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فاستدل بالربوبية. هذا تعريف بالإله الذي أنا أعبده، نفس الشيء في الشعراء، قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، إذا قلت هذا انصرف ذهن كل سامع إلى الله الواحد، لأنهم كلهم يعرفون أن الرب الذي خلق السماوات والأرض هو الذي فوق السماء، ولذلك قال يا هامان ابن لي عرشا
لأبني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لأنه هو يزعم أن هذا إله هو الذي خلق السماوات والأرض، لأنه لو قال الله لقال أنا الله، لو قال الرحمن لقال ما أه؟ هو عرفه، عرف الله عز وجل إلهه الذي أرسله بشيء لا يختلف فيه اثنان حتى ينصرف الذهن إلى الذي يريده موسى من غير خلاف وبأبسط طريق. هذه طريقة الأنبياء، أسهل طريقة يفهمها الجميع بلا خلاف، واضح؟ في آية طه وفي آية الشعراء قال رب سب، وفيه أيضا كما ذكرتم دليل على بطلان ألوهية فرعون وكل ما سوى الله عز وجل، لأن ما خلق السماوات والأرض إلا الله. وكذلك في آية طه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ما في إلا الله عز وجل، وهذا يدل على ألوهيته، على استحقاقه للألوهية. ثم عيش الآية التي بعدها، وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. أيوة، هذا من هذا فيه الأمرين، ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني أنت أصلا مولود كنت لا شيء، واضح؟ هذا فيه دليل قاطع واضح، وأن الله خلقك أنت وآباءك وإلى آدم، الله الذي أوجدكم كلكم كنتم لا شيء، ففيه دليل على كمال الله ونقصكم، وهم مقرون بهذا، ما أحد يقول أنا خلقت نفسي أو أنا خلقت السماوات والأرض. ولذلك قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك، لا قبل قال إن إلهك إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هذا خلاص ما عنده حيلة، صح؟ ما باقي إلا أن يقول مجنون، فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين. أيضا هذا واضح، شوفوا استدلالات الأنبياء ما أوضحها، مش مثل استدلالات المتكلمين. قرأتم في كتب المتكلمين يا أخوان؟ سلام السلامة والعافية، والله لو قرأت دخ عن عقلك تتعب ولا تخرج بثمرة، هذا أسهل طريقة. ولذلك قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، لأن فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني غير مصر ما عندك إياها، ولذلك رب المشرق والمغرب وكل شيء عنده سبحانه. فأنت يا فرعون أقررت بنقص ملكك، فاستدلال موسى عليه السلام أيضا واضح وبأسهل طريق. ولذلك قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، خلاص ما عنده حيلة الآن إلا أن يحاربه ويقاتل. أيوة، قال إيش؟ قال أولو جئتك بشيء مبين، الآن سآتيكم بدليل يبين أني مرسل من هذا الرب الذي ظهرت ألوهيته، الآن باقي أن أبين لكم أنه هو أرسلني، والدليل أني آتي بشيء أنتم لا تستطيعونه ولا يستطيعه بشر. فهذه طريقة الأنبياء، أسهل ما يقول عليه السلام. نعم تفضل. إيش يعني هل يمكن أن يقال مثلا أراد أن يدل على ألوهية الله من باب اللزوم، يعني يلزم من إيمانكم بربوبيته أن تعبدوه؟ طبعا طبعا، وهو بهذا أيضا كما بيّنت لكم يبطل ألوهية فرعون، لأنه بيّن نقصه، لأن الرب هو المستحق للعبادة وفرعون ليس ربا، ما بيده شيء، والرب الله لا 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 غير، وحده لا شريك له. ولذلك فهم من فهم أن موسى أراد عليه السلام أن يقف عند توحيد الربوبية فهم خاطئ، واضح؟ وإنما أراد موسى بما قال بيان ربه الذي أرسله، وبيان بعد ذلك أنه لا يجوز أن يعبد إلا هو سبحانه، وبيان مع ذلك بطلان كل آله، كل ما يعبد من دون الله. طيب، إذن هذا التفسير الأول الخاطئ، وهذا أكثر المبتدع الآن الذين يتوجهون إلى القبور ويعبدون الأولياء ينطلقون من هذا، من هذين الأمرين، أنه لا مؤثر، أن الأسباب لا تأثير لها، وهذا في القدر، وأن
لا إله إلا الله يفسرونها بالربوبية. التفسير الثاني الخاطئ تفسير المعتزلة، وهو أيضا موجود إلى اليوم، هذا ليس كلاما مضى طوائف انتهت، موجود إلى اليوم من يقول به. يقولون التوحيد ما معناه؟ أن تجعل الله واحدا لا ينقسم، ومعنى واحدا لا ينقسم أنه لا صفات له، لأنهم يزعمون أنك إذا قلت إن الله سميع وبصير أو له سمع وبصر وإرادة وعلم وحياة أنك عددت الآلهة، يظنون أن هذا تعدد في الإله، وهذا باطل، لأن الله واحد بصفاته. واضح؟ كما تقول إن فلانا له سمع وبصر وإرادة، وهل هم عشرة ولا واحد؟ واحد، واحد، ولله المثل الأعلى. فالصفات تابعة للذات، فهؤلاء يفسرون التوحيد بغير معناه. والحق أن التوحيد كما ذكرت لكم في أصله هو توحيد الألوهية، هذا التوحيد الغاية، وهو متضمن لتوحيد الربوبية.